الاهلي يكتفي بهدفي الشوط الاول ويفوز على انبي 2-0 بهدفي بواليا ومحمد مجدي قفشه. كابتن شريف الف مبروك. مبروك مبروك ثلاث نقاط، مبروك الروح النهارده، مبروك الاداء، مبروك التمريرات السليمه والصحيحه، تحركات اللعيبه، مبروك تقدير المسؤوليه. انا مش مبروك الشوط الثاني بالنسبه لي انا بالاكتفاء بالهدفين. كنا بنتمنى من اول من بعد الهدف الثاني ان احنا يكون عندنا اصرار على ان احنا نجيب هدف ثالث ورابع وانهاء الهجمات بشكل افضل، استغلال حاله الطرد اللي حصلت واحنا لينا التميز العددي والتفوق. يعني في حاجات بتحس ان القوه البدنيه بتنزل شويه، او طبيعي قوي انك انت بتلعب كل 48 ساعه ماتش، فانا حسيت ان ده بيأثر على اللعيبه بالاكتفاء الذاتي بعد الهدفين ما بتجيبهم. خلاص يعني اللعيبه عايزه الثلاث نقاط والمهمه انها تنتهي على خير، وما كانش في حاجه تهددك قوي غير تحركات الاثنين الافارقه وكريم فؤاد. ف بس كانت كلها محاولات فرديه. كريم طارق سوري، محاولات فرديه بس في مجهود مبذول من فرقه انبي انه يكون ليه وجود في الملعب. ودايما انت برضو اللي احنا اللي بنشرح في الحته دي دايما وابدا، يعني الدفاع بتاعك او نص ملعبك كل بيديهم فرصه ان هم يتواجدوا في الجزء الثاني من عندك من منطقه جزائك. يعني ف لازم الحاجات دي زي ما ابتدينا ننهي يا ايمن، زي ما بتبتدي قوي وزي ما بتجيب جوال وزي تصر على انك انت يعني الكره بقت خلاص فيها دروس مستفاده كتيره جدا. يبقى ناقص خمس ست دقائق وممكن يخش فيه جولين عادي جدا. وشفنا كوره اللي وقعت من ايد الشناوي وهو وايمن اشرف، والحمد لله ان هم اشتركوا ان هم خلوها تطلع ضربه ركنيه. فلازم اي وقت انت بتلعب في اي مباراه الفتره اللي جايه دي زي الشوط الاولاني اللي احنا عملناه النهارده. الشوط الاولاني النهارده بمثابه رساله لنفسنا احنا، حتى رساله لجماهيرنا، ادينا احنا واقفين على ارض ثابته اهو، ادينا احنا من اول دقيقه بنهدف، ادينا احنا نقدر نخش رغم الغيابات اللي هي موجوده عندي، اقدر اخش 18 واقدر اعمل حاله تعويضيه، واللعيبه مع بعض هي اللي بتعمل الحاله التعويضيه دي. ما عادش تاني يعني اللعيبه هي اللي بتجري، اللعيبه هي اللي بتتحرك لبعض. قفشه بيلاقي اكتر من واحد اتنين تلاته، كهربا النهارده ازاي بيفكر بلعبه فنيه متميزه، يقدر يودي قفشه وقفشه ينفذ، وكره من اصلا ملعوبه من اجمل الاهداف اللي الواحد اتفرج عليها السنه دي، برده تعتبر من اجمل الاهداف اللي جت. فعندنا وعندنا حاجات كتير قوي، بس لازم الناس تفهم ان من كتر اللعبه ايمن والضغط على اللعيبه والكلام ده انا ساعات كلاعب بزهق، واول ما بطمن ان انا كسبت بدي بقى ابسط الحلول ابسط التمريرات. ده ما حصلش الشوط الثاني. ده ما حصلش، بهدى بقى، بحاول احافظ على نفسي، ما فيش حد يتعور، فيش يبقى اشتراكات جامده، فتلاقي في حته بطء سنه في التمريره في الانشائيه بتاعه الشوط الاولاني. هدوء خلي اللاعب المنافس هو اللي يجري. ايوه، واحنا واقفين كده نمرر الكره لبعض، خدت بالك، سليمه. يعني فدي حاجات موجوده في الكوره، بس عمرك ما هتشرح للجمهور النقطه دي، ولا عمر الجمهور هيقبلها، واحنا هنتكلم فيها غير بهذا الشكل. فانا بشكرهم ومبروك، والحمد لله انك انت بتطلع برده لعيبه عندك سليمه، هي الحكايه مش ناقصه اصابات تاني غير الاصابات اللي احنا بنتعرض عليها في لعيبه مهمه. هنتكلم كتير النهارده ان شاء الله على شويه حاجات كده، نقط هتلاقيها فرديات، يعني الدقيقة 69 الدقيقة 86 حاجات، وخاصة يعني قبل وبعد طرد حالة انبي اسمه ايه اللي طرد؟ رامي صبري. رامي كابتن فرديات، يعني دي برضو رامي خد انذار في اول تاني، كان المفروض الكابتن حلمي ياخد باله من الموضوع ده وما يعرضوش للحتة دي.